اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي استاد مصر موعدنا النهارده ومواجهه منتظره في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي لاعرق واقدم بطوله في الكره المصريه بطوله كاس مصر موسم 2022 2023 انبي في مواجهه النجوم مباراه بيسعى فيها الفريق البترولي تحت قياده تامر مصطفى لتكرار انجاز لم يتحقق منذ سبع سنوات بالصعود للدور نصف النهائي ومن ثم الوصول لمباراة النهائية وتكرير أيضا إنجاز حصد اللقب مثلما فعل الفريق البترولي في نسختي 2005-2011 من هذه البطولة في المقابل بيسعى فريق النجوم تحت قيادة فنية اليوم لرئيس النادي الأستاذ محمد الطويلة اللي بيعلن النهاردة قبيل اه انطلاق المباراة توليه قيادة الفريق فنيا أمام إمبي مع عودة شاكر عبد العال منصب المدرب العام بعدما كان الأخير قد قاد الفريق لإقصاء سموحة من الدور عشر حيث يدخل النجوم مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة لاستكمال مشوار الفريق وتحقيق مفاجأة جديدة فمن سيخطف تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس مصر في نسخته الحادية والتسعين أمبي بقيادة تامر مصطفى أم النجوم بقيادة محمد الطويلة